السلام عليكم الاخوان، تحياتي للجميع. اليوم جبت لكم هذا الفيديو، هذا نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا الاخوان، هذا الباتري هذا راه قديم وغادي يردو جديد، يعني باتري ميت، يعني ما بقاش كيدوز منه الضو. يعني هو تيفتحو دابا باش غيخوي هذاك الماء، هذاك الماء غيحتفظ به باش يرجعو. يعني دابا غادي يمشي للتنظيف، يعني هذاك الماء غيخليه ما غيلوحوش. يعني هذا الفيديو هذا كيفاش الا عندك شي باتري ميت وبغيتي ترجعو، خدام هني شاهد الطريقه كيفاش غادي يدير ليه. هو دابا غيدير هذاك المسحوق ديال الكربون، غيديرو في الباتري باش يتغسل هذاك الباتري من الداخل. انا هو كيخوي هذاك هذاك الكربون كما كتشاهدوا. هو دابا شو كيفاش كيتبخ داك الكربون لداخل باش كينظف الباتري من الداخل، من داك الوساخ وداك الصدى اللي فيه لداخل. هو دابا تيخوي هذا الماء، هو كيدير دابا هذا الماء هذا، يعني خاصو يكون ماء نقي، يعني ديال البير ولا ماء مهم، ماء معدني. هو تيخوي دابا تيغسل وغيعاود يخوي عاوتاني الماء نفس الطريقة حتى يتغسل البدري ما يبقاش فيها داك الوسخ لداخل. هو كيرجع هذاك الماء الاول اللي كان حيد، الماء ديالو هو غيسد دابا، هو غيسيي دابا واش فيه الضو ولا ما فيش. كما كتشوفوا الاخوان، هو رجعت فيه دابا الروح، ما كتشاهدوا دابا هو غيجيب هاد البوله هادي وغيسيها، يعني راه البوله خدامه شاعله، يعني راه كيضرب فيه التشاش. صافي الباتري ولا ناضي هو هذاك.